عايز اقول حاجه، بتمنى من كل قلبي ان انا اكون ادركت المتغيرات اللي حدثت على الساحه خلال السبع سنين، وادركت ان بقت في نوعيه جديده من الجمهور اللي كان عنده 14 سنه من سبع سنين بقى عنده 21 سنه الان، اللي كان طفل بقى راجل دلوقتي، وبقى هو تقريبا 90% من رواد السينما. المتغيرات الهائله اللي حدثت على الارض اكيد لها تستحق افلام مختلفه. فيما يتعلق بسؤالك، ما شفتش افلام كتير يا اشرف، لكن شفت افلام لافته في الفتره الاخيره زي فيلم اشتباك، زي فيلم مولانا. ان الجيل اللي طالع من السينمائيين والفنانين والشعراء والموسيقيين المصريين اللي هم عندهم 20 سنه، انا متاكد بعد 5 سنوات بالكتير هيعملوا لنا موجه جديده من الفنون والاداب، تقريبا هتعلمنا وهتعلم اجيال اللي بعدنا واللي قبلنا الفنون اللي جابها.